بترجاكي ليلي شو عم تعملي؟ أبو تتذكر هاي الغرفة؟ إيه أبو بتذكر، هاي كانت غرفتنا. إيه كانت وقتها غرفتنا، بس طلبت مني اطلع منها. ليش؟ أنا طلبت؟ مستحيل أعمل فيكي هيك. أكشاي، مو ممكن أعمل هالشي فيكي. مستحيل. دكتور، دكتور قلي شو عم بيصير؟ نحن لازم نوقف. وثقي فيني، ما في داعي للخوف نهائياً. نحن عم نشتغل صح وفي تحسن. أكشاي عم يتذكر، وثقي فيني. أكشاي، ليش لا أعمل هيك فيكي؟ أنا بحبك كتير أبو. ليش طالعتك؟ ليش عملت هيك؟ معقول طالعك؟ ليش هيك؟ بتمنى انه ماما تخلص التمرين تبعها بسرعة قبل ما تجي الخالة مهيني لهون. وكمان بتمنى هلأ أبوك يتذكر كل شي ليرجع مثل ما كان قبل الحادث. إذا عرفت الخالة مهيني معلومة صغيرة رح تعمل مشكلة كبيرة، وأكيد هالشي رح يأثر عليه سلباً، ممكن يخلي صحته تتراجع. أختي فيني أقول؟ أنا عن جد ما بدي بابا يتذكر كل شي. إذا بضل مثل ما هو بكون مبسوطة، ورح كون مبسوطة أكتر إذا ما بترجع ذاكرته أبدا، لأنه كان الحب موجود بحياتنا وأنا خايفة ما عاد نشوف هذا الحب أول ما يرجع يتذكر كل شي صار. وبتعرفي لما بشوفه هو وماما أنا بحس إنه هالاثنين لازم يضلوا مع بعضهم، بس إذا بابا رجعت له ذاكرته رح يرجع يتركها لماما.